هالبنت مو معقولة. سوشي، ليش قفلتي الباب علي؟ كيف بتسترجي؟ افتحي الباب، افتحي الباب بقى سوشي. لك هي معصبة كتير، شوفي كيف عم تعيط. أكيد رح تعصب وتعيط، لها سبب ناديت لك لأنه بدي منك تساعدني بهاي الورطة. دقيقة واحدة. يمكن في حدا اجى. مين في هون؟ بترجاكم ساعدوني. مين في هون؟ انا محبوسه بالحمام. اذا بتريدوا افتحوا الباب. خبيره التجميل هي اللي حبستني هون. اذا بتريدوا افتحوا الباب. ايه يا انسه، هي انا سوشي. انا رح افتح لك الباب، اطمني ولا تخافي. اذا بتريدي لا تعيطي، وعديني انك ما تعيطي علي اذا بدك يعني افتح لك. طيب سوشي، ما رح اعيط عليكي بنوب. يلا اذا بتريدي افتحي الباب، بوعدك. ماشي، ما رح أعطيكي فرصة لحتى تعيطي علي. رح خليها تغيب عن وعيها فورا، ما رح تقدر تعمل أي شيء. ماشي، واحد، اثنين، ثلاثة. لا 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 لا، شو أنت ما فيكي عقل؟ إيه؟ لك شو عم تعملي فيني؟ بادي، أنت نزعتي لي مكياجي وشعري وبعدين رحتي وحبستيني بالحمام. كيف بتسترجي؟ أنا ما رح أرحمك، اتركيني لشوف. هلا بتأذيني، خلاص بادي عني، بادي. تركي، لا ما رح أتركه أبدا. أنا بورجيكي شو رح أعمل فيكي اليوم. صدقيني أنا يلي رح ورجيكي. استني، عن جد؟ ايه تعي لهون. تركي، شريستي انت شو عملتي؟ واخيرا غابت عن الوعي سمير، العروس المتوحشة غابت عن الوعي. لك هذا الشيء كتير حلو. هتوعينا بورطة كبيرة. هذا الدواء كتير مفعوله قوي. ليش ما بتجرب؟ خد لك سنة. شريس، شو صار؟ سمير، لك انت غبت عن الوعي؟ لا، سمير، لا مو معقول. شو قوي؟ عن جد سمير أنا آسفة كتير. يلا إذا بتريد فيه، بدي إياك عن جد، أنا بحاجة إلك سمير. إذا بتريد فيه، سمير فيه إذا بتريد. غاب عن الوعي كمان. لك العمى أنا ليش خليته يشم هذا الدواء؟ مهيرة، سمير، إذا بتريد فيه، إذا بتريد، ما بقدر أعمل شي من دونك. إذا بتريد سمير، قوم سمير.